الكيان الصهيوني أعلن أنه دمر آلاف منصات الصواريخ التابعة لحزب الله. ذكرت حضرتك في بداية كلامك أيضا أنه كانت عملية مركبة ومعقدة. كيف مركبة وكيف معقدة؟ وهل يعني هل لهذا الخبر خبر الكيان الصهيوني بأنه دمر آلاف المنصات، كيف دمر آلاف المنصات وأطلقت 340 صاروخ؟ اولا الجانب الاسرائيلي دأب منذ عملية طوفان الاقصى على وضع سرديات كاذبة، وهذه السرديات الكاذبة يبني عليها اموره العسكرية والسياسية من اجل مخاطبة الداخل الاسرائيلي. ابدا ما يقوله ليس صحيحا. ان كنا سنقول ونقول الصدق، وقالها كما ايضا سماحة الأمين العام، قال أن هناك بعض المنصات لإطلاق الصواريخ بعد العملية، بعد إطلاق العملية، وهذه المنصات لا علاقة لها أبدا بالمنصات التي اشتركت في عملية يوم الأربعين، التي اسمها عملية يوم الأربعين نسبة لأربعين الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. هذه المنصات هي منصات موجودة في وديان، وهي عدد قليل جدا من المنصات، وهي لم تكن هي جاهزة من أجل جبهات الإسناد، جبهة الإسناد التي تساند غزة، لأنه هناك فصل ما بين هذه العملية وعمليات الإسناد. إن المنصات التي قامت بتنفيذ هذه العملية التي وصفتها وصفها الجميع، وأنا وصفتها بالعملية المعقدة والمركبة، هي عملية تتابعت بإطلاق صواريخ إجراد و كاتيوشا بحدود 340 صاروخ أطلقوا على مجمل القواعد العسكرية والمواقع العسكرية الصهيونية في على مساحة 1500 كيلومتر في الشمال الإسرائيلي، وصولا إلى في محيط تل أبيب وحيفا، وبالتالي بضاحية تل أبيب، مما أدى إلى تثبيت هذه القواعد، وبالتالي على القبب الحديدية أي منظومات الدفاع الجوي، مما أدى إلى استنزاف هذه القبب الحديدية، هذه المنظومات، وجعلها تكون وشاغلها وأفشل آلية عملها. ومن ثم بالتتابع أطلقت المسيرات الانقضاضية، عشرات المسيرات الانقضاضية، حيث هذه العملية نفذت على مرحلتين. المرحلة الأولى هي إطلاق الصواريخ التي تكلمنا عنها، المرحلة الثانية هي المسيرات الانقضاضية التي انطلقت من ثلاثة مواقع مختلفة، والمسيرات هي على أنواع مختلفة أيضا، لم تكن المسيرات من نوع واحد.